اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا وكمان لقاءاتنا مع ابطال الغطس في النادي الاهلي. وخليني اعرفكم بشخصيه جميله جدا جدا، شخصيه كل النادي الاهلي بيحبها مش بس من جوه الغطس، والحقيقه منذ قدومه للنادي الاهلي منذ 5 سنوات او 4 سنوات تقريبا، وكان هو النواه اللي كان النادي الاهلي يعني بنى عليها مشروعه الكبير في لعبه الغطس. هعرفكم على الكابتن طارق جمعه المدير الفني للغطس. اهلا بيك يا كابتن طارق. اهلا بيك، منورنا ويعني وحشتنا. ربنا يخليك انت اكتر والله، والف مليون مبروك على الانجاز الكبير ده. الحمد لله رب العالمين. طبعا بنرحب بنجم النادي الاهلي ولاعب الغطس وكمان ايضا منتخب مصر علي خالد. اهلا بيك يا علي. منورنا. شكرا. اكيد بنرحب بقى ببطلتنا الاولمبيه، يعني مثل اعلى للكثير والكثير والكثيرين كمان من لاعبين ولاعبات الغطس. لعبتنا اللي لعبت في امريكا فتره حوالي 4 5 سنوات في احد الجامعات، لعبتنا او بطلتنا الاولمبيه اللي لعبت ريو دي جانيرو معانا ومنورانا في الاستوديو، ولعبت طوكيو كمان طبعا 2020، انا اسف بس هي بدات بريو دي جانيرو. لعبتنا الحقيقه كنا منتظرينها من فتره طويله تيجي وتنورنا، لعبتنا الاولمبيه ماها عبد السلام. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك، مبسوطه جدا حضرتك. منورانا ودايما في تواصل مع بعض انا وانت على الفيسبوك. اكيد بس دايما بحب يعني بشكر حضرتك جدا لان دايما اخبار وحضرتك بتجيب سيرتي على طول. بشكر البرنامج والاعداد بصراحه. احنا اللي بنشكرك يا كابتن على اللي انتم شرفانا ورفع راسنا دايما، رفع راس النادي الاهلي. شكرا شكرا. نجمه النادي الاهلي كمان برحب بيها اللي منورانا وشرفانا واللي عملت اكيد يعني نتائج كويسه وهنتعرف عليها، شاهد ايمن منورانا. شكرا. ده تاني لقاء يعني فتره قريبه. منورانا يا شاهد. شكرا. كابتن طارق اجي لك، يمكن هنتكلم عن الانجاز الكبير كان حلمك ده من 4 5 سنوات، يمكن كان ليا لقاء مع حضرتك وكان ليا الشرف، واشتغلت وتعبت والحمد لله ربنا كافئك في النهايه. الحمد لله رب العالمين. بس انا يعني حابب ان انا اتذكر انا وانت اول لقاء مع كابتن طارق الصغير. الله يرحمك. الله يرحمه. الله يرحمه. بدأنا المشروع مع بعض، و يعني انا كان يهمني طبعا وجوده دلوقتي ان هو يشوف انجازه اللي هو بدأه، انجاز كبير كان نفسه فيه، كان بيحلم بيه جدا جدا جدا. بس انا متأكد ان هو يعني حاسس بيه، و يعني انا عايز اقول له ان هو تعبك ما راحش على الفاضي. وانا في بطولات، البطوله اللي فاتت طالع بستلم الكاس معايا الصوره بتاعته وهو طالع يستلمها معانا، يعني فلا المكسب ده انا بنسبه لطارق الصغير الله يرحمه. الصوره هي كابتن الصوره هي الله يرحمه الراحل طبعا العظيم كابتن طارق الصغير. ايوه. واللي كان طبعا يعني وفاته المنيه منذ سنه. انا بهدي له المكسب دوت واللعيبه كلها بتهدي له المكسب ده، ان الراجل ده تعب جدا 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 عشان يرجع الدايفنج في النادي الاهلي. لمسه وفاء منك يا كابتن الحقيقه، وده مش غريب عنك. الله يرحمك كابتن طارق. كابتن طارق الصغير يعني من المدربين اللي كانوا ليهم دور كبير وكانوا يعني اسسوا الطفره الكبيره في الغطس، وكانت ثقه كبيره جدا من مجلس اداره. بشكرك على لمسه الوفاء دي يا كابتن. خلينا نرجع انجاز لا هو يستحق، هو اللي بدا الكلام دوت طبعا مع كابتن وائل عزت وكابتن فاضل وعمر كمل المسيره. بس الحدث نفسه هو كان نفسه فيه، وكان دايما يقول لي يلا يا طارق امتى الدرع العام، يلا يا طارق امتى الدرع العام. الله يرحمه. يعني وسبحان الله يعني هو ربنا اختاره السنه اللي بعديها على طول خدنا. روحه لسه موجوده واكيد بصماته ما زالت حتى الان موجوده على حمام السباحه. اكيد اكيد اكيد. كابتن اجي للانجاز ده يمكن اكتر واحد يقدر يكلمني هو حضرتك، ليه؟ لان انت كنت النواه اللي بدا بيها النادي الاهلي مشروع في الغطس. كلمني يعني لخص لي 4 سنين كده في دقيقتين. بص انت اتكلمت مع محمد مدير قطاع الناشئين في حته الهرم. والله احنا يعني ابتديت انا وطارق حته ان احنا ما نطلعش نورمال، ما بقاش تقليديين يعني في الهرم ده، لا احنا كنا عايزين نطلع فيرتيكال يعني عايزين نطلع نعمل قاعده كبيره ونطلع بيها ما تبقى ما فيش حد من فوق يقع. تمام. وقد كان الحمد لله بنطلع بالناشئين، بيبقى معانا 3-4 لعيبه في المرحله لغايه الدرجه الاولى. احنا النهارده دلوقتي علي وعمر واحمد 3 تحت 18 سنه، وطلع لهم 2 تانيين تحت 18 سنه. في كل يعني كل نادي كل مرحله ممكن يبقى فيها لعيب او 2 في المرحله العمومي. انا بلعب ب4-5 في الفيرست تيم مدعم بالناشئين. انا عندي لعيب واحد بس اللي هو زياد يسري، هو دلوقتي في امريكا وهو مشارك في الانجاز الكبير دوت. زياد في امريكا في جامعه يعني في جامعه زي مها
موجودة عندي زياد، موجودة عندي بلال، وعلي طالع لهم، وعمر بيسعى الموضوع ده، هو واحمد زي ما انت سمعتهم كده. فالفرقة كلها ما شاء الله يعني ايه حاطة الاحتراف ده، لان هم شايفين ان هم بقى كواليفايد ان هم يقدروا، هم كواليفايد، هم بس فيها في جزء منه رياضي، سوري اسف، مش سلوكي، تعليمي، تعليمي، اكاديميك طبعا. لا، والتزام، هم بين عليهم الالتزام يعني، هم يقدروا في السيستم مع يعني التمرين. مش ان هم تالنت بس، لازم يبقى في الدراسه كويس كمان عشان عشان يتاخد بالظبط. القصه دي ما احنا عارفين طبعا، ده لازم يبقى في جزء تعليمي. سعيد بولادك يا كابتن، صح؟ طبعا طبعا طبعا، وزي ما هديت الكابتن طارق الكاس، لا بهديم هم كمان، هم تعبوا جامد جدا جدا، وكل واحد اشتغل على نفسه عشان يكسر الريكورد بتاعه يعني. يعني تحدى نفسه، تحدى نفسه شخصيا، تحدى نفسه، دي حاجه كويسه جدا يا كابتن. دي حقيقه ان هو المكسب لو هو طلع الاول هو فدى طبعا ناس كتير قوي. طبعا يا كابتن، طبعا يا كابتن، الله ينور عليك. ناس كتير استفادت من ان هو الاول، مش بس استفاد. طب خلينا نروح لعلي. علي يعني يمكن انت يعني السنه دي تقيمها انت، احنا في اخر السنه لسه الكاس ما اتلعبش، بس يعني اغلب 80% من الموسم خلص. تقيم الموسم بالنسبه لك السنه دي، يعني موسم ناجح انت راضي عنه؟ ليا شخصيا مش احسن موسم ليا، بس الحمد لله، بس كفرقه وصلنا النتيجه اللي احنا عايزينها، واحسن نتائج في كام سنه اللي فاتوا، فالحمد لله. بس انا عايز اقول نقطه بالنسبه لعلي. علي من دي 1 في التسخينه جات له اصابه من ال 10 متر في سلامه، فجاله كسر في ريست الايد، كسر ليه؟ كنت بتقف على ايدك في الاستاند ولا وانت وبتنزل خبطت في حاجه؟ وانا بنزل ايدي فلتت، بس الامباكت عالي فردت لورا، عظمه في راسي كسرت. خبر ابيض. طبعا انا منعته من النزول يوميها، بس الدكتور بتاع الفرقه عمل اسعافات، عمل وعلي صمم ان هو ينزل اليوم اللي بعديه مكسوره، وايده مكسوره. علي ايه ده؟ علي ده انت جبت القلب ده. كنا اتمرنا البطوله دي شهور كتير، وجيت اتعورت قبل البطوله بيوم، اضغط على نفسي يومين وخلاص. بس اوعى تزعل. لا لا لا، وما زعلش، هو عارف ان هو رايح، لو ما جاش مكسبه او الريكورد بتاعه الشخصي، هو عايز يبقى مشارك في الحدث، عايز يبقى موجود في الدرع العام، فيعني الاحساس ده كله طبعا وصل لي يعني. طب وايدك اخبار ايه دلوقتي؟ ده الاهم، سيبك من الدوري وسيبك من البطولات، اهم حاجه ده لاعب ناشئين وكسب، ولعب فيرست تيم كمان في عمومي ما شاء الله، يعني بطولتين ورا بعض 3 4 ايام، وايده في كبيره، وبيحط. طب ازاي تقول موسم مش قد كده؟ ده انت والله اكبر يعني، عامل شغل جامد قوي حتى وانت مصاب. الحمد لله. بس هو الناجح على فكره يعني، طبعا يعني مش عايز اقول كده، بس او يعني احنا اللي نقول مش انت اللي تقول، الناجح دايما ما بيبقاش راضي، دايما عايز الاحسن، وده سمات النجاح. نفسك في ايه يا باشا؟ زي اي حد، اولمبياد ان شاء الله. ان شاء الله قربت. طب ليك بطوله عالم السنه الجايه ولا انت كبرت عنها؟ لا، هكون عمومي خلاص. هتكون عمومي بس، ممكن يبقى في بطولة عالم كبار، الله اعلم بقى. ممكن تشارك فيها يعني، ولا ارقامك توديك شايف كده؟ هيبقى في بطولة جاية هي اللي هتبين كل حاجة، بس ان شاء الله. امتى البطولة الجاية؟ تبقى على شهر 8 ان شاء الله. شهر 3 سنة؟ شهر 3 صح؟ شهر 3 يعني، بس لسه 6 شهور على الأقل. ده هتبقى في شهر رمضان أو قبل رمضان يعني، لو في أول 3 هتبقى قبل رمضان بشوية. ما شاء الله عليك يا علي. طب بس يعني ايه الحاجه اللي السنه دي كانت اضافه ليك؟ هل ادائك اتطور؟ هل التمارين بعد كورونا بقى الدنيا اتفتحت وبدانا نتمرن براحتنا؟ يعني السنه دي اضافت لك ايه؟ السنه دي اهم حاجه بالنسبه لي ان انا عملت كذا نطه انا ما اتخيلتش ان انا اقدر اعملهم في حياتي، ونطات تقيله جدا وعملتهم كويس الحمد لله، فدي حاجه انا طلعت بيها مبسوط جدا الحمد لله. جميل، انت عارف انت عايز ايه يا علي، والله ما شاء الله عليك. ربنا يوفقك باذن الله. اجي بقى طبعا لنجمتنا الكبيره يعني اللي وحشتنا جامد. قعدت في امريكا قد ايه؟ قعدت 5 سنين. كتير، انا بعدت عنك كتير يعني. بس لا، بس انا على طول باجي هنا يعني. انا بقعد السيزون بتاعي وباجي هنا على طول، بلعب بطوله يعني، بطوله اللي هو في بطولتين في السيزون يعني، على الاقل بطوله بلعبها. بتلحقيها في مصر؟ اكيد طبعا، اكيد. طيب يعني تجربتك في الولايات المتحده الامريكيه، اكيد في ناس كتيره واخداكي مثل اعلى يعني، ما شاء الله يعني، يعني بطولتين اولمبيتين، وكمان دخلت كمان عملت فيهم ترتيب كويس، ومش بس كده، وبتعملي في اكبر الجامعات في امريكا. التجربه دي اضافت لك ايه؟ كتير جدا يعني، هي غير الغطس، الدراسه، الغربه برضو بتعلم كتير قوي، بتعلم من ثقافات كتير قوي، لان معايا كمان في الفريق من كل انحاء العالم، فالثقافات دي واعتماد على النفس ومسؤوليه، وكمان كنت بعمل انترنشيب كمان هناك،
وكنت كابتن الفريق، فكنت بعمل حاجات كتير قوي غير الغطس والدراسه، وعملت ماجستير هناك، اتخرجت ماجستير وبكالوريوس هناك اعلام، وجبت جي بي اي عالي قوي امتياز. فبس كنت بعمل يعني حاجات كتير. شكرا. طيب بيبقى بعد اللاعب او اللاعبه لما سوبر زيك ما شاء الله وخلص جامعته، بيجي بعديها في مفترق طرق، بيبقى لسه مش عارف هيروح فين او هيعمل ايه، انت رسمه الفتره الجايه ايه؟ خاصه انت ما شاء الله واخده شهاده كبيره من امريكا، رسمه الفتره الجايه ازاي؟ هو انا لسه مخلصه الماجستير، وكان تركيزي على بطوله الجمهوريه اللي هي لسه خلصانه، يعني حقيقي لسه دلوقتي باخد هدنه شويه لان انا عملت مجهود كبير. صحيح. في اخر في خمس سنين انا كنت بلعب في الجامعه، وكنت بلعب في النادي الاهلي ومنتخب، كان في اولمبياد، فكان في مجهود كتير غير الدراسه غير حاجات كتير قوي، فدلوقتي اخده هدنه شويه. بس تفكري تشوفي هتعملي ايه. بالظبط كده. بالظبط كده. بجد لا مجهود مشرف، والحقيقه انت شرفتينا في محافل كتيره جدا يا مها بصراحه. شكرا جدا يعني. لا ده حقيقه بجد، انت يعني من سفيرات مصر اللي فعلا مثلوها بشكل كويس جدا، وكمان خليني اقول ان انت يعني اشتغلت على نفسك، يعني قصدي اقول لك ان انت كان ليكي حلم ودورت عليه واشتغلت عليه وما همكيش يعني حاجه. طيب خلينا نقول اللي جايك على المستوى الدولي، عندنا باريس 2024، الروت تو باريس، الاخبار انت لو ان شاء الله تاهلت، بتاهلي ازاي؟ ايه البوابه بتاعتك اللي منها تقدري؟ خلي بالك ان السنه دي بقى او الاولمبياد دي هتكوني انت بتتاهلي من هنا، يعني مش هيبقى تدريبك هنا اغلب الوقت مش في امريكا. البوابه بتاعتك لباريس 2024 هتبقى ازاي؟ هو بيبقى في بطوله افريقيا، المفروض بتبقى في ديسمبر، وبياخدوا اول افريقيا من كل جهاز، ثلاثه ومثابت اولاد وبنات، وفي بطوله العالم المفروض هتلعب برده في شهر 2، دي بياخدوا اول 12. بس ده عندي كذا بوابه، يعني قصدي اقول لك ان انت تقدري اسهلهم ايه من وجهه نظرك؟ افريقيا بتبقى يعني نوعا ما اسهل. والعالم برضو مش صعبه يعني، بس محتاجه شغل. برافو عليك، يعني انا مبسوط ان انت بتقولي حتى بطوله العالم مش قلقانه، هي ما اخش بطوله العالم وتاهل منها. بجد انت حاجه يعني تشرف بجد. شكرا يعني. جدا. شكرا. طيب جدا. رساله للي عايز يبقى زيك، يشتغل على نفسه، يحط خطه لنفسه، يركز في كل حاجه في كل الاتجاهات، يعني رياضه وتعليم، لان كله بيساعد بعضه. برافو عليك. بس وما يفقدش الامل. الالتزام يعني. والالتزام طبعا. الالتزام لازم 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 طبعا، لان عشان يحقق كل ده لازم يكون بينام كويس، ولازم يكون بياكل كويس، في حاجات كتيره، ولازم يتعامل مع الفريق بتاعه كمان كويس عشان هو تيم ورك برده، فكل حاجه يعني كل حاجه صغيره بتجمع بتبقى حاجه كبيره. احييك على كلامك بجد. شكرا جدا. شكرا. ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. شكرا. شاهد جيلك، يمكن كنا يعني بنتكلم في الفاصل ان انت كنت راسمه لنفسك بلان السنه دي، وكان من فتره برضو كنت محققه نتائج. كلميني عن السنه دي من وجهه نظرك، سنه ناجحه ولا لسه عندك الكتير؟ هو لسه في كتير اكيد، بس يعني البطوله دي كانت احسن من البطوله اللي فاتت الصراحه، عشان اتمرنت اكتر. والبطوله اللي فاتت كنت انا في الجامعه مش بتمرن كتير خالص، بس البطوله دي اتمرنت ودوست على نفسي ورحت فيتنس كتير اتمرنت يعني، والبطوله كانت كويسه الحمد لله. طب قولي لي عملت ايه؟ المركز اللي حققتيه؟ يعني هل الاداء اتطور؟ يعني كلميني عن المركز والاداء. يعني انا جبت 4 فضه. ما شاء الله. فضه على المتر وفضه على الثلاثه، وسينكرو مع عمر من على 3 متر، وسينكرو مع مها على 3 متر. ما شاء الله. يعني كلها ميداليات يعني تقريبا. ما فيش ايفنت تقريبا شاركت فيه ما خدتيش ميداليه، صح؟ يعني شاركت في الاربعه دول. يعني انت كان ليكي دور كبير ما شاء الله ان الفريق ياخد الدرع، لان يعني كل دي نقاط ميداليه، بس زي ما قال كابتن طارق دي في الاول والاخر بتبقى عباره عن نقاط بتتحط في الصندوق عشان نقدر ناخد الدرع العام. طيب خلينا نتكلم عن تطور ادائك، يعني يمكن برضو انا بتكلم على حته بعد كورونا كل الفرق حصل فيها تطور في الاداء، خاصه ان انتوا ما عندكوش حل، يعني ما تقدرش تتمرن في البيت مثلا، لازم تروح تتمرن في النادي. بس كنا بنتمرن فيتنس بس في البيت، بس اكيد مش زي طبعًا. زي ما بنروح النادي طبعًا. طبعًا. طب انت ناقصك ايه؟ شايفه ايه اللي ناقصك؟ ايه اللي عايزه تشتغلي عليه؟ بدني طبعا. بدني. طب اقول لك حاجه، انت كنت معايا من حوالي 3-4 شهور مثلا. انت انا حاسك خسيتي يعني ما كنت معايا. صح يا كابتن؟ انا فاكر كويس جدا، يعني انت خسيتي وبتهيألي الخسسان ده الويت اللي ما بتفقده بيبقى انت على الستاند بيبقى حتى حركتك اسهل. زي ما قلت لحضرتك احنا نزلنا فيتنس الفتره اللي فاتت، فالحمد لله يعني جاب نتيجه. طيب برافو عليك. شكرا. طيب ايه اللي جاي وايه اللي بتحلمي بيه؟
اللي جاي يعني انا حاليا يعني مش بركز قوي على التمرين، يعني في جامعه يعني ان شاء الله نخشها يعني، فاول حاجه التعليم، تاني حاجه التمرين. طيب هو ليه لا يعني، ما هو زي ما قال كابتن طارق هي بتبقى في اكاديمي، يعني اكاديمي جزء تعليمي وجزء بجزء يعني. طب انت عندك اي بلان للسفر ولا هو؟ لا انا في ثالثه جامعه خلاص. خلاص ما عنديش يعني ما فيش بس. طب هو انت بتقربي، انت جامعتك كام سنه؟ ثلاثه ولا اربع سنين يعني؟ خلاص فاضل لك سنتين صح؟ سنتين. بتدرسي ميجور ايه؟ او بايو تكنولوجي. ما شاء الله، بس دي عايزه مذاكره. زي ما قلت لحضرتك عايزه مذاكره، بس انت قدها وقدها ان شاء الله. تمرني كام ساعه في اليوم يا شباب؟ يعني احنا بنروح 12 مثلا، خلاص الساعه 4، فبيبقى في حدود 4 ساعات. كتير برضه كتير يعني، ما شاء الله. بس بيبقى كويس يعني. لا يعني عدد كبير. طب الفتنس بيبقى تمرينهم في نفس الوقت ولا ممكن يجي تيجي لوحده في النادي؟ لا ممكن في ايام لوحده، في ايام بيبقى بعد المايه او قبل المايه. طيب برضه تنصح ايه اللي بعدك؟ شايفه ايه اللي بعدك يعني عايزه تفوق في الغطس؟ ايه اللي المفروض يعمله اللعيب الغطس الصغير؟ تمرين يركز فيه، ما يجيش يلعب، ما يهزرش. وقت الجد جد، وقت الهزار هزار، واكيد بيبقى فيه هزار في التمرين يعني، وفي جد اكيد طبعا. الاغلب جد طبعا اكيد. والحاجات الاجتماعيه دي ما لهاش علاقه بالتمرين. ما شاء الله عليك بجد، ربنا يوفقك يا شهد. شكرا. كابتن طارق اجيلك، يمكن اكيد في دور مهم ورا بقى الناحيه الفنيه وهو التعاون مع الجهاز. يعني عندنا كابتن وائل عزت طبعا رئيس جهاز العاب الماء، ننزل بقى بالشجره لغايه ما نوصل للمدربين الصغيرين. كلمنا عن التعاون والهارموني اللي بيحصل ما بين الجهاز وبعضه. بص يا هيثم، هو في حاجه مهمه جدا. الفتره اللي فاتت دي في اجراءات بتمشي روتينيه، فعشان نعمل الكلام ده كان لازم يبقى في انجاز اداري. الانجاز الاداري ده اللي هو يا جماعه انا مش هستنى شهر، لا انا عايز الحاجه دي في خلال اسبوع. فالحاجه دي كانت بتوصل في 3 4 ايام. لا في انجاز كبير جدا 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 من رئيس الجهاز ودعم طبعا. طب خلينا ناخد عبر الهاتف دايما كل انجاز بيكون معانا، وعمره ما بيحب يظهر قدام الكاميرا بصراحه. انا بتكلم يعني احنا بنقعد نتكلم معاه كتير ودايما يقول لا خلوا اصحاب الانجاز هم اللي يطلعوا، خلي اصحاب الانجاز هم اللي يتكلموا. وليه دور كبير جدا وظابط المنظومه الحقيقه في العاب الماء بشكل كبير. كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء، اهلا بيك يا كابتن وائل. باشمهندس وحشني والله، وانا ببقى سعيد بالمكالمه الجميله اللي انت بتكلمها لي من شيء لاخر. يا رب يا رب دايما يا كابتن. انجازاتكم اللي بتتكلم يا كابتن وائل والله مش احنا، والله انجازاتكم فعلا في قطاع العاب الماء حاجه تفرح بصراحه. ربنا يخليك، وده مش برضه زي ما انت حضرتك قلت، ده مش انجازي، ده انجاز الناس اللي قدامك. جايز من اول العام حمام السباحه لغايه الكابتن محمد فضل اللي هو نائب رئيس الجهاز. انا مجرد ترس في منظومه احنا كلنا بنحترم بعض وبنشتغل عشان اسم النادي الاهلي وعشان الابطال اللي قدام حضرتك. الكبير دايما بيكبر اللي حواليه، وانت يا كابتن وائل طول عمرك كبير والله يا كابتن. وانا بقول الكلام ده يعني لان انا فعلا ده يعني شعوري، ودايما علاقتي بيك علاقه يعني اخ، مش بس معايا لا، ده انت مع النادي كله. كابتن وائل خلينا نتكلم في الغطس بشكل يعني بشكل يعني مكثف شويه. المشروع ابتدى من 5 سنوات، وحضرتك خططت مع المجموعه كلها للي احنا فيه دلوقتي. يعني الخمس سنوات باختصار يا كابتن، باختصار كده اتفضل يا كابتن. سريعا كده، احنا كان لينا تارجت، انت عارف حضرتك احنا في حاجه اسمها اداره وفنيات. احنا كان لينا تارجت اولا كابتن طارق، يعني كان من الدور المهاجره، احنا هو اصلا ابن النادي وبطل النادي، هو اللي ربنا جعله سبب بعد ربنا ان احنا نعمل الشغل ده مع كابتن عمرو مع كابتن فاضل، ان في منظومه اداريه ومنظومه فنيه. الحمد لله الاثنين كان في تعاون بينهم وسيط. جبنا الابطال اللي حضرتك شايفهم دول، اشتغلنا عليهم منظومه بقى في الاجهزه المعاونه، مدربين من ناس جمباز، من ناس بتوع فتنس، كل حاجه. نعم اشتغلنا والله. احنا لسه والله انا بشكر كابتن عمرو برضو، عاملين اللي هي الدراي لاند دي شفناها في نادي هليوبلس ونادي الجزيره، عملناها بالجهود الذاتيه. صحيح. ارتقينا بالمستوى، ابتدينا نشتغل، كل واحد بيشتغل في المنظومه دي عشان نوصل النهارده ان احنا في الثلاث منافسات فراعنه ناشئين عمومي ان احنا واخدينهم كلهم. مجهود ناس تعبانه صبح وليل، ناس بتفكر ما بننامش. الموضوع كبير. انا بشكر الناس اللي قدامك دي كلها تعبت، بشكر طارق، بشكر مها، بشكر شهد، مش عارف مين معاك في الرابع. علي معايا يا كابتن. علي معايا، بشكرهم جدا، بشكر الناس اللي هتقابلهم، بشكر الناس اللي بتسمعنا، بشكر ناس كل اللعيبه اللي موجوده.
كل دول مجهود، بشكر الاداريين، بشكر كل الناس، انا وبشكرك على المستوى الشخصي عشان انا بحس ان احنا المجهود ده ما بيروحش هدر. حبيبي يا كابتن، ان انت تلتقي بالناس دي وناس تعرفها يعرفوا مدى المجهود اللي هم عملوه وازاي بيشرفوا النادي الاهلي. حبيبي يا كابتن، واسمح لي بقى احنا اللي نشكرك يا كابتن وائل على مجهودك وعلى دعمك الكبير. كبير والكبير بيكبر اللي حواليه. بشكرك يا كابتن وائل عزت، رئيس جهاز العاب الماء، الحقيقه من الشخصيات الكبيره والجميله جدا. بشكرك يا كابتن وائل. يمكن زي ما حضراتكم شفتوا يعني كابتن وائل بيتكلم على جهازه، بيتكلم على فرقته، بيتكلم على لعيبته، هو اكبر يعني داعم ولكن دايما ورا الكواليس، هو ده الكبير بتاعي يا كابتن. يعني زي ما حضرتك بتقول بالدور ده مع لعيبتك، هو كمان بيقوم بالدور ده معاك وانتوا كجهاز ولاعيبه، فدايما زي ما حضرتك بتقول الشكل الهرمي ده موجود دايما في النادي الاهلي بشكل ده حقيقي. انا ما عملتش الانجاز ده لوحدي ولا كابتن وائل عمله لوحده، هو زي ما هو حاسس، لا انا حاسس ان الناس اللي تعب اللي تحتيه واللعيبه والمدربين لا هم التنفيذيين، هم اللي بينفذوا القرارات بتاعتنا، فالقرارات بتطلع هم بينفذوها احسن ما احنا عايزين. والله يا كابتن يعني روح حلوه، ويكفي ان احنا النادي الاهلي الروح اللي موجوده في الكوره هي اللي موجوده في السله، هي اللي موجوده في الغطس، وده دورنا كبرنامج الابطال ان احنا نبرز مجهودكم وشغلكم. ممكن ما نبقاش احسن ناس بس الروح اللي عندنا اقوى من اي حد. الله ينور عليك يا كابتن. خليني ارجع لك يا علي برضو، يمكن عايز اتكلم في الناحيه الدراسيه وفي ناحيه الـ التمرين، بتوفق ازاي ولا الوضع بيبقى ماشي معاك ازاي؟ هو وقت الدراسه برضو المدربين مش بيضغطوا علينا قوي، بيبقوا فلكسبل اكتر شويه، والحمد لله عاده البطولات بتيجي في وقت لحد ما مناسب بعد الامتحانات على طول، بس بيدوك فتره تتمرن وكده، فبنتعامل الحمد لله. طب يعني انت بتبقى يجي عليك وقت تتضايق ان كل حياتك ميه ودراسه ونط وفتنس، ولا شايف ان الحياه دي حياه حلوه؟ اتضايق ليه؟ دي حاجه انا حاببها ودي رياضه مش بلعبها غصب عني. عايز اقول لك انه يعني حاجه جميله جدا، واحنا عاملين تقليد طبعا معاك يا كباتن، يمكن ما هي اول مره تحضر التقليد ده، ان احنا بنحتفل مع ابطالنا، بنجيب تورته يا كابتن ونقعد كلنا نحتفل، بس خلينا بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين، لازم نحتفل بالفرقه دي ولازم نحتفل بابطالنا دول، لان هم عملوا انجاز لا يقل ابدا عن اي فريق كبير على مستوى العالم. نطلع لفاصل ونرجع نكمل احتفالنا بهؤلاء الابطال.